بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم وفقنا وفقهنا وأنر بصائرنا وقلوبنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ارحمنا وارحم سائر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن بدأنا في الجلسة الماضية في أركان الصلاة، وقلنا أن أركان الصلاة أولها النية وتكلمنا فيها، ثانيها القيام مع القدرة، وتكلمنا في مبحث القيام مع القدرة ووقفنا عند قوله فإن عجز عن القيام، فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء، وقعوده مفترشا أفضل. يقول هنا في الشرح: فإن عجز عن القيام أي بحيث يلحقه به مشقة شديدة، يبقى مش مجرد التعب العادي، لأنه ممكن الإنسان يكون تعبان لكن ممكن يتحمل على نفسه ويقدر يكمل، مش أي تعب، لكن المشقة الشديدة التي تجعله غير خاشع في الصلاة، يعني يبقى كل مخه وتفكيره إمتى يقعد بقى، بيبقى بيقرأ وقاعد بيفكر إمتى يستريح، بيبقى في الحالة دي يقعد بقى أحسن ويصلي وهو، لكن لو كان واقف مع شوية عناء لكنها محتملة، زي الصيام، ما أنت بتصوم لكن كلنا بنجوع وكلنا نعطش وكلنا نتعب في الصيام، لكن تعب محتمل، فمش مجرد انك تعبت تقول انا افطر بقى. فالمفروض ان الانسان لا يترك العبادة الى بدلها الميسر الا لو لحقه عناء شديد، اللي يسموه الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاذا جاء هذا الحرج يبقى يأتي الشرع برفع الحرج. وعلشان كده قال ايه؟ بحيث يلحقه به اي بالقيام مشقة تذهب خشوعه أو كماله، وهي المرادة بالمشقة الشديدة، مش المشقة بس، الشديدة، في عبارة من عبر بها. ولو أمكن المريض القيام في جميع الصلاة منفردا بلا مشقة، ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بالقعود في بعضها، فالأفضل الانفراد. يعني بديك صورة بقى تانية، واحد لو صلى منفرد يستطيع انه هو يصلي من القيام طول كل الصلاة من قيام الاربع ركعات، لكن لو صلى جماعة بيكون ملتزم هو بإمام، والإمام احيانا يراعي من خلفه فيطول، احيانا يأثر، احيانا فساعات لا يناسبه اختيارات الإمام فيضطر يقعد شوية ويقف شوية فيها، فتقدم الجماعة هنا مع القعود في بعض الصلاة، ولا يصلي منفردا مع القيام في كل الصلاة؟ دي مسألة قد تخطر في بال بعض الناس. فهنا الشيخ البيجوري قال تقدم الصلاة من انفراد مع كمالها في هيئاتها وأركانها، أولى من مراعاة الجماعة مع نقص بعض أركانها. كويس؟ يبقى في الحالة دي احنا نقول له مثلا صلي منفردا الفريضة، وصلي مع الجماعة النافلة، عشان ياخد إدراك يدرك يعني في ثواب الجماعة إن استطاع، وإن لم يستطع بقى يبقى يصلي منفردا مع كمالي
القيام بجميع الأركان. زي واحد عنده مثلا انفلات ريح أو سلس بول، معروف إن بوله بينقط كل 5 دقايق نقطة، هو عارف نفسه كده، فلو صلى منفرد هيخلص ال4 ركعات في ال5 دقايق دي قبل ما ينزل أي بول، يبقى هيصلي بطهارة كاملة. في الجماعة بياخدوا من 7 دقايق ل10 دقايق، بتكون نزلت نقطة البول أثناء صلاته فتؤثر، فهنا نقدم له الانفراد لأن صلاته هتتم في طهارة كاملة. واخد بال حضرتك؟ يبقى برضو القاعدة دي هتمشيها في أحوال كثيرة بقى، إيه تبقى مضطردة معاك. فالأفضل الانفراد وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضه. يبقى هو لو صلى في الجماعة وقعد في بعضها وقام في بعضها صلاته صحيحة، لكن المشكلة في الأفضلية، أيهما أفضل، يصلي الجماعة ويقعد في بعضها ولا يصلي منفردا ويقوم في كل ركعتها؟ الخلاف في الأفضلية لا في الجواز، يعني الجماعة جائز صحيح، لكن هنا الخلاف في الأفضلية. ففضل الشيخ هنا أنه يصلي منفردا مع القيام. ربما تقرأ لفقيه آخر، تقرأ لفقيه آخر يقدم الجماعة على هذا مثلا، يبقى دي محل خلاف في نظرة الفقيه أيهما بيعتبر. إحنا عندنا كشافعية الجماعة سنة مؤكدة، لكن القيام مع القدرة ركن أساسي، فإذا تضاربت سنة مع ركن أقدم إيه أنا على قاعدة مذهبي؟ أقدم الركن. لكن تجد بعض المذاهب جعلت الجماعة فرض عين، زي الحنابلة جعلوها فرض عين على كل من يسمع الأذان، فهنا قد تختلف وجهة نظر الفقيه على حسب هو حاطط الجماعة حجمها إيه عنده، حجمها فرض عين ولا سنة مؤكدة ولا فرض على الكفاية. اللي يقول إنها فرض على الكفاية أو سنة مؤكدة، وده وجهين عند الشافعية، قولان في الجماعة أن هي سنة مؤكدة، ده الراجح في المذهب، وفي قول آخر في المذهب أنها فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يبقى في الحالتين دول نقدم القيام لأنه ركن، واضح؟ لكن لو قلنا أنها فرض عين عليه، يبقى في الحالة دي هيبقى محل نظر آخر للفقيه، قد يعبر عن حل المسألة دي بصورة أخرى، فلا يعني تصطدم مع الكتب المختلفة، لأن كل إمام له قاعدة مذهبه. وإن قعد في بعضها، يعني تصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة، هيجيب لك صورة تانية. ولو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأس، يعني بيصلي على سفينة وما فيش على السفينة مساحة يصلي عليها إلا على حافتها، وما فيش سور يمنعه من البحر، ولو وقف على هذه الحافة قد يدوخ ويحصل له دوار فيقع يغرق، نقول له لا لازم تصلي من قيام، أو هو أصلا بيجي له دوار مجرد أنه يقف يدوخ، يبقى في الحالة دي برضو عاجز عن القيام. ولو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأس صلى من قعود ولا إعادة عليه، ولو كان به سلس بول، ولو كان به سلس بول وكان لو قام سال بوله ولو قعد لم يسل صلى من قعود على الأصح ولا إعادة أيضا. الصورة الأخيرة دي واحد عنده سلس بول أو انفلات ريح، سلس بول يعني البول يخرج بلا تحكم، وانفلات الريح يعني الريح يخرج بلا تحكم، فلو قعد بيقدر يضم رجليه كده يمسك نفسه ما يخرجش منه حاجة، ولو وقف ما بيبقاش فيه ضابط له من العضلات فيسيل منه الحدث، يبقى نقول له صلي من قعود لاعتبار الطهارة أولى، الطهارة الكاملة أولى من اعتبار القيام مع عدم الطهارة الكاملة. كويس، كل الحاجات دي تراعي. ولو كان به سلس بول وكان لو قام سال بوله ولو قعد لم يسل صلى من قعود على الأصح، لم يسل، لم يسل، صلى من قعود على الأصح. أما يقولك على الأصح يبقى في وجه تاني صحيح راعى القيام، يبقى عندنا
في وجه مقابل للأصح يسموه صحيح، والمقابل للصحيح يبقى ضعيف، مش كده برضو؟ يبقى عندنا ما يقولك على الصحيح يبقى المقابل له ضعيف، في وجه ضعيف، وما يقولك على الأصح يبقى المقابل للأصح صحيح، بس ده أقوى منه. ولكن الأصح أقوى من الصحيح، يعني اللي عليه الفتوى كويس، اللي عليه الفتوى. لكن لو صلى من قيام مع انفلات الريح أو سلس البول، مع ليراعي القيام وينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث، صحت صلاة على القول الصحيح. لكن على الأصح نقول له لا. كويس، أدي المعنى. يعني على الأصح من غير إعادة. ويبقى في وجه تاني يقول لك على الصحيح وعليه الإعادة. يبقى في وجه تاني تفهم على طول من كلامهم المختصر ده، ان في وجه يقول لك يصلي من قيام لمراعاة القيام، ثم يعيد الصلاة من قعود لإدراك الصحة. يبقى يصلي من قيام لإدراك كمال صورة الصلاة، كمال الأركان، ويعيد لإدراك صحة الصلاة بكمال الطهارة. ده اللي عنده 3 سبول. ده للي عنده سلس بول في الصورة دي. ولكن الأصح يصلي من قعود قولا واحدا، خلاص سقط عنه القيام ولا إعادة عليه، واتحلت الأزمة. واضح؟ ما هو كده هيكرر أكتر من مرة. احنا قلنا في وجه يعيد الصلاة من قعود، وفي وجه يقول لك يصلي من قعود من الأول خالص وما يعيدش. يبقى الوجه المقابل قال لك يصلي من قيام ثم يعيدها من قعود، والوجه الثاني قال لك يصلي من الأول من قعود ومعلوش إعادة، وده اللي عليه الفتوى. سهلة؟ ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، ولو قام رآه العدو وفسد تدبير الحرب، صلى من قعود وتجب الإعادة لندرة ذلك. الصورة دي ده احنا عاملينه كده واحد برج مراقبة للأعداء، ولو وقف يظهر يقوم العدو يضربه، أو يفوتنا التدبير والحنكة بتاعت الحرب، يبقى نقول له صلي من قعود وعليك الإعادة. ليه عليه الإعادة؟ لأن دي حالة نادرة مش هتتكرر كتير. ولو قال طبيب ثقة لمن بعينه ما إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك، كان له ترك القيام على الأصح من غير إعادة. ودي كتير بنلاحظها، يجي واحد عمل عملية مية بيضة أو نزيف في الشبكية، وتيجي تلاقيه كان بيصلي جنبك من يومين ثلاثة صلاة كاملة، تلاقيه بعد كده فجأة وقف جنبك وما يسجدش، مش كده برضه؟ يومئ كده تيجي تقول له سلامتك، يقول لك أصل عامل عملية في عيني، الدكتور قال لي ما تسجدش. هو ده يصلي على هذه الحالة لأن في طبيب ثقة قال له، وما لي ولا إعادة عليه، لأنه ممكن لو سجد أو عمل شيء من هذا يقوم إيه، يرفع ضغط العين، يقوم ممكن يحصل مشاكل، خصوصا إذا كانت قريبة للجراحة وتكون لسه الإيه لم يلتئم الجرح الداخلي. ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، ولو قام رآه العدو وفسد تدبير الحرب، صلى من قعود وتجب الإعادة لندرة ذلك. وكذا لو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب، صلوا قعودا ووجبت الإعادة، بخلاف ما لو خافوا قصد العدو لهم فإنه لا تجب عليهم الإعادة. الصورة دي ان نفس الجيش بقى الكتيبة كلها لو صلت من قيام هيشوفها العدو ويفسد تدبير الحرب، نقول لهم صلوا من قعود وعليكم الإعادة، وعليهم الإعادة. ما خلاص عليهم يعني وجبت، عليهم يعني وجبت، عليه عليه الشيء يعني وجب عليه الشيء، افهم لغة الفقهاء عشان ما تحيرهمش. يبقى وعليهم الإعادة. كويس. بعد كده الصورة الثانية، لو وقفوا هيقصدهم العدو، واخد بالك ازاي؟ ما لو خافوا قصد العدو فإنه الصورة الثانية خافوا قصد العدو،
خافوا قصد العدو، يبقى لا تجب عليهم الإعادة لو خافوا قصد العدو، ولو خافوا فساد التدبير عليهم الإعادة، لأن فساد التدبير اجتهاد مش مضمون النتيجة التدبير، لكن قصد العدو ده مؤكد ان العدو يرميهم يضربهم يشوفهم يضربهم يفجرهم يقتلهم. فهمت ازاي؟ يعني يقصد عليهم يعني يشوفهم ويقتلهم، ادي معنى قصد العدو. الحاجة اللي فيها تدبير واجتهاد ما تقدرش تسقط عنك فرضية القيام، لان الاجتهاد قابل للخطأ فيبقى على الاعادة. لكن لو كان هنا لحاجة خوف النفس على النفس لان العدو هيقصده يبقى لا إعادة عليه. اه خلاص، يبقى دي الصورة دي. بخلاف ما لو خافوا قصد العدو والعدو لهم فإنه لا تجب عليهم الإعادة. وكل هذا داخل تحت العجز اللي هو العجز عن القيام. يعني كل الصور دي، وفي صور لا تنحصر بقى، كل واحد هو بيدي لك أمثلة عشان بعد كده أنت يبقى عندك الملكة الفقهية اللي بيها تقيس أي صورة أخرى لم يذكرها لك. وكل هذا داخل تحت العجز، لأنه إما لضرورة التداوي أو خوف الغرق أو للخوف على المسلمين أو نحو ذلك. طيب، لو فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء، يبقى أي قعدة تريحه يقعد، يقعد على كرسي، يقعد مربع، يقعد وفارد رجله قدامه، أي قعدة شاء يقعد. لكن الأفضل يجلس جلسة التشهد لو استطاع هذه الجلسة كويس، لأن هذه الجلسة أصلا جلسة فيها روح الصلاة أصلا. فيبقى لما يراعي جلسة يجلس جلسة في الصلاة من جنس جلسات الصلاة يكون أولى بس. لكن هو له أن يجلس أي جلسة تريح، وعشان كده قال لك قعد كيف شاء، يعني بأي حاجة تريحه، أي على أي كيفية شاءها، من افتراش، افتراش يعني يتني رجله الشمال كده يفرشها ويقعد عليها، ادي معنى افترش زي ما بتقرا التشهد الاوسط. او تورك، يعني يمد رجله الشمال قدام شويه ويقعد على وركه وفخذه زي ما بتقرا في التشهد الاخير، يبقى يجلس مفترشا او متوركا. او تمديد، يمد رجليه، او نحو ذلك، نقول يربع على قرافيس، على كرسي، على فوتيه، مستندا، مضطجعا، مجدوعا، مجدوعا مش مضطجعا، مجدوعا يعني ساند كده، يعني حط بقى بيستريح هو وحاطط رجل على رجل، يصلي وهو حاطط رجل على رجل، لانه احنا العبره ان احنا نريحه وهو مش عاملها الاط. فهمت ازاي؟ لان تختلف الجلسه الرجل على رجل دي من عرف العرف، يعني في اوروبا يبقى قاعد حاطط رجل على رجل قدام استاذه ومش حاسس ان ده قله احترام ولا حاجه ولا قله قيمه، عادي، دي جلسة عادية. عندنا احنا في الشرق بين العرب عندنا لو قعد رجل على رجل قدام ابوه ولا شيخ ونقول عليه ده يعني متجرئ ولا يليق، وازاي قاعد وحطت رجل على رجل قدام الشيخ. لكن في اوروبا العرف يختلف، يبقى بتختلف الاعراف دي. او نحو ذلك، فان عجز عن القعود صلى، فان عجز على القعود باي صفة من صفات القعود بقى، يبقى صلى مضطجعا، مضطجعا يعني على جنب، ولو كان على اليمين يبقى احسن. طيب ما يقدرش اليمين يبقى على الشمال، ما يقدرش لا يمين ولا شمال يبقى مستلقيا على ظهره، يبقى مستلقيا على ظهره. بس في حالة اللي على جنب هينام على جنب بحيث يبقى متوجها للقبلة كالجنازة، كالجنازة عشان يبقى باصص للقبلة كويس. اذا كان هيصلي مستلقيا يبقى رجليه في القبلة ويحط زي مخدة بسيطة على دماغه عشان يبقى باصص لقبلك كويس، ده لو كان مستلقيا على ظهره. فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن، لو كان عنده النوم على الجنبين سواء يسن يبقى على الأيمن. فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا مع رفع رأسه بنحو وسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه، يعني صدره كمان يبقى مرفوع شوية كأنه زي ما تقول انت نص قاعدة كده كويس. إلا إن كان في الكعبة وهي مسقوفة، إلا لو كان نايم مستلقي جوه الكعبة وفيها سقف
فسقف الكعبة قبلة برضه، يبقى مش محتاج بقى، يبقى هو باصص كده سهلة، مش محتاج بقى مخدة ولا رفع ولا حاجة، إلا إن كان في الكعبة وهي مسقوفة ويومئ برأسه لركوعه وسجوده. لو كانت رقبته سليمة يبقى هيومئ بركوع بالركوع والسجود برأسه، يبقى دي تعتمد على مفاصل الرقبة. طب الرقبة ما بتتحركش عنده، عنده تيبس، يبقى خلاص يبقى رموشه عينه، يعني جفون عينه، يفتح عينه كاملة ادي كده قائم، نص يبقى راكع، يغمض يبقى ساجد، وتمشي الامور على كده. خدت بالك؟ طيب ما يستطيعش خالص ولا عينه حتى بتتحرك مسكين، يبقى في الحالة دي هيجري الاركان على قلبه، يجريها على قلبي بس، يعني يقول كل حاجة كده، يقرأ الفتحة ويقرأ السورة ويركع، يقول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، كل ده وفي قلبه ان ده محل الركوع وده محل السجود وده محل جلوس التشهد وهكذا. كويس؟ ويومئ برأسه لركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وجوبا، وجوبا. فإن عجز عن ذلك أومأ بأكفانه، ولا يجب حينئذ جعل سجوده أخفض من ركوعه، لأنه لا يظهر التمييز بينهما حسا بذلك. فإن عجز عن ذلك يعني حتى حركة الجفون، أجرى أفعال الصلاة، أجرى أفعال الصلاة على قلبه وجوبا في الواجب وندبا في المندوب، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. يبقى لا تسقط الصلاة عنه أبدا مع العجز عن الحركة الكاملة طالما عقله ثابت، يعني العجز الكامل عن الحركة لا يسقط عنه الصلاة طالما إيه عقله ثابت. لكن لو العقل ذهب حتى مع كمال صحة البدن سقطت عنه الصلاة، لأن العقل مناط التكليف، مش كده؟ لوجود مناط التكليف أي محل التكليف. وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حال بينه وبين الله أسقطت عنه التكليف، زي ما بيقول بعض جهلة الصوفية، وهم ليسوا بصوفية، منسوبين ليهم ولكن مش صوفية أصلا، يقول لك لا أصلا أنا خلاص ربنا رقاني بقى وسقط عني التكليف. لما تبقى زي كده إن شاء الله، قوم أنت يا ابني صلي، يلا توكل على الله وتعالى، أنا قاعد مستنيك. طب ليه يا عم الشيخ؟ أصلا لا، لما تبقى زي تترقى كده الحمد لله. النوعية دي احنا ما شفناهاش إلى يومنا هذا، يبدو أنها كانت منتشرة زمان، لكن أنا شوف لفيت لف كتير من الصوفية كلهم، الجهل منهم والمتعلمين والعلماء، ما شفتش واحد قال الكلمة دي على مدى 50 سنة بلف على العلماء. لكن اللي ما يعرفوش المتصوفة قاعدين فاكرين كل المتصوفة كده، ما حصلش، ما شفناهمش، حتى الجهلة منهم ما قالوش كده. خدت بالك؟ لكن يمكن أيام الشيخ البيجوري كان في بعض الإباحيين بيقولوا كده. فعلى أي حال إيه؟ لو فرض جدلا واحد قال كده، اعرف إن ده مش صوفي وجاهل ومش متدين ومش مسلم أصلا، لأنه رفع ربقة التكليف عن عنق. فما تعملش مشكلة كبيرة وتقعد بقى إيه تفرق المسلمين، تقول شوف الصوفية بيرفعوا التكليف وشوف مش عارف مين بيعملوا إيه، ما بيحصلش، ما شفناهاش. وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حال بينه وبين الله أسقطت عنه التكليف كما يفعله الإباحيون. أنا رأيت أساتذة في الجراحة ماتوا رحمهم الله، كانوا يقولوا كده، ومن أنا بقول ليه رحمهم الله، لأن يمكن تابوا قبل ما يموتوا، لكن قالوا كده أمام، قالوا الصلاة كنت أقوم أنا أصلي أيام ما كنت بتدرب على أيديهم وهم ما يصلوش، طب يا سعادة المهم تصلي معانا، تيجي راجل أكبر مني بقى بعمر، هو أستاذ مثلا لسه نايب متخرج بقى لي سنتين، أستاذ قديم كمان داخل على 60 وعدى 60 بعده، يقول لك لا أصل الصلاة دي ربنا عملها علشان تهذب النفس، إنما أنا خلاص نفسي تهذبت، أنا قاعد طول النهار بعالج في المرضى وبطلع على عيادتي وأروح بيتي، ولا بروح كده ولا كده، ولا بعمل حرام ولا بشرب خمر ولا ليا دعوة بالحاجات دي كلها، وهي الصلاة عشان تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا ما بعملش لا فحشاء ولا منكر، يبقى خلاص روح أنت صلي يا ابني. كان يقولوا كده عدة أساتذة قابلناه. طبعا هذه إباحية، وده أصلا ما ادعاش إنه صوفي أصلا، ده لا صوفي ولا لوفي ولا حاجة خالص،
واخد بالك؟ ده جاهل جهل مدقع، جاهل جهل مدقع يصل به الى حد الكفر لانه رد التكاليف، لكنه للاسف قالوا كده. فعلشان يعني بقول لك لحسن، انا قلت لك ما قابلتش، قابلت بس دول مش صوفيه، لا بدقن ولا بسبحه ولا قاعد بخرقه ويقول انا صوفي، لا دول اساتذه كانوا ناس كبار وعلموا ناس كتير، ونرجو ان يكونوا تابوا قبل موتهم. انا اعرف انهم واحد تاب توبه عظيمه وانتهت حياته في المدينه المنوره، تعاقد في المدينه المنوره شهر واحد وقعد يصلي في مسجد النبي ومات بعدها. الحمد لله، يعني ربنا حسن خاتمته، لانه قضى عمره كله يعلم الناس ويعالج المرضى، قضى طول عمره كده لحد ما بلغ حاجه فوق 70 سنه، وكان يقول كده لحد ما ربنا شهر واحد بس عدل نفسه، ربنا عدل فمن عنده بقى. والاصل في ذلك كله حديث البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي في روايته: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الأصل في الأحكام دي كلها حديث سيدنا عمران بن حسين هذا، بتوجيه النبي له قوله: وقعوده مفترشا أفضل، أي من تربعه، يعني أفضل من أنه يقعد مربع وأفضل من أنه يقعد على كرسي، كل ده لأنه قعود، قعود عبادة، قعود عبادة يشبه قعود التشهد، فهو قعود عبادة. وتربعه أفضل من غيره، ويبقى تربعه أفضل من أنه مثلا يقعد حاطط رجل على رجل أو يقعد على الكرسي، واخد بالك، أو يقعد أي قاعدة تانية، يعني زي مثلا يقعد على قرافيسه، يبقى التربع أحسن لأنه فيها نوع من التمكين والتمكن والاستقرار. وتربعه أفضل من غيره، ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس على أليه وينصب ركبتيه. الإقعاء اللي هو يعني تقعد تاني رجليك كده ورافع ركبك لفوق، تبقى على إليتيك وتاني رجليك كده ورافع الركب على فوق بدون ما تحضن ايديك بركبتيك زي محتبي، او انت ساند على الارض كده ورافع رجليك زي بعض اللي جالسين دلوقتي في الدرس، واخد بالك، ده اسمه الاقعاء، دي قاعده منهي عنها في الصلاه. اهو قاعد، اهو مقعي، اهو قاعد على اليه ونصب ركبتيه لفوق، بس سهل، انت اقراها حتى تصورها على طول. قاعد على الاليتين، لا لا لا، هنا الإقعاء له تفسير تاني، والتاني الافتراش، افترش لما يفترش، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال السجون عن افتراش، افتراش الايه؟ السبع أو الكلب، يعني إن المرفق يجي على الأرض أثناء السجود، دي مسألة تانية في أثناء السجود من مكروهات كيفيات السجود. فهنا بيقول تعريف الإقعاء أهو: ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس على أليه وينصب ركبتيه. سهل، للنهي عن الإقعاء في الصلاة. ومن الإقعاء نوع مسنون، يبقى الإقعاء له صور كتير، على في نوع منه مسنون، إنك تقعد على عقبيك وباطن رجليك، رجلي أصابع قدميك لقدام، زي وانت ساجد بتبقى رجلك شكلها ازاي، تفضل بنفس الهيئة دي وتقعد على عقبيك، ده يسموه إقعاء. ينصب القدمين، ايوه، ده يجلس بين، لا يجلس باليه على عقبيه، زي في ناس بتجلس كده بين الجلستين بين السجدتين، مش كده؟ في ناس بتجلس كده بين السجدتين، دي جلسه وردت بعض الاحاديث ان الرسول احيانا كان يفعل، واختارها الاحناف والشافعيه، قالوا ان النبي غالب حاله ما كانش يجلس هذه الجلسه، فاختاروا خلافه لان اعتبروا غالب حال النبي، وان فعل النبي احيانا لبيان الجواز فقط لا لبيان الافضل. كويس. ومن الاقعاء نوع مسنون في الجلوس الخفيف كالجلوس للاستراحه والجلوس بين السجدتين، وهو ان يضع اطراف اصابع رجليه على الارض ويضع اليه على عقبيه. واضحه دي؟ ومع ذلك
مع بقى كل الكلام اللي فات ده، فالافتراش افضل منه في الجلسات دي، جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين الافتراش افضل منه. كويس؟ يعني رفع رجليه زي اللي فوق كده زي شقلباز يعني. ايوه، يعني فتح صوابعه كده، ده يبقى لازم يبقى الراجل الكاوتشوك، لان كده هتبقى القعده متعبه جدا. عايز يتمرن في السيرك شهر على ما يعرف يقعد القعده. لكن لو فرد جدلا عمل كده فهي قاعده، لكنها والسلام، لكن صلاته صحيحه، صلاته صحيحه. لا الاقعاء انه يقعد يحط اليتيه على عقبين رجليه، واخد بالك، مش على الارض، على عقبي قدمه. الافتراش كده جلسة التساوي، يعني يفرش رجله الشمال ويقعد عليه، ادي معناها الافتراش. علشان كده بين السجدتين او في جلوس الاستراحه اللي هو عند الرفع من الجلسه الثانيه الثالثه للركعه الرابعه، او من من الركعه الاولى للركعه الثانيه، اللي هي اي ركعات ما فيهاش تشهد، بيجلس جلسه استراحه ويقوم. والثالث من الأركان، يبقى كده انتهينا من الركن الثاني اللي هو القيام مع القدرة، مع تفاصيل عدم القدرة ويعمل إيه عند عدم القدرة. والثالث من الأركان الثمانية عشر، وقد عرفت أنه لو قدم تكبيرة الإحرام على القيام لكان أولى وأنسب، قوله وتكبيرة الإحرام. يبقى عندك النية الأول، وبعدين كان بيقول الأولى، كان يقول النية وبعدها تكبيرة الإحرام، كان الأولى في الترتيب كده، لكن هو جاب القيام مع القدرة قبلها، يبقى النية والقيام مع القدرة وبعدين تكبيرة الإحرام. أي تكبيرة سبب في تحريم ما كان حلالا له، سموها تكبيرة الإحرام ليه؟ لأنها سبب في أنها تحرم عليه التوجه لغير القبلة والكلام في غير الذكر، مش كده برضو، والطعام والشراب، فحرمت عليه كل مباح قبل أن يدخل إليه، لان وقت الصلاه خلاص بقى كانه اول ما قال الله اكبر كده، لو سلمت عليه مش هيرد عليك، يحرم علي ان يرد، يحرم علي ان ياكل او يشرب او ان يتوجه ويلتفت الى غير القبله، مش كده برضه؟ فسموه الاحرام علشان بينبني عليها التحريم ما كان مباحا قبله. واضح؟ وتكبيره الاحرام اي تكبيره سبب في تحريم ما كان حلالا له قبل كالاكل والشرب ونحوهما، اي من توجه لغير القبلة ومن من الكلام في غير الذكر وغير ذلك. فالإضافة من إضافة السبب للمسبب، من إضافة السبب اي التكبيرة التي هي سبب للإحرام للتحريم، فرح اضافها من إضافة السبب للمسبب. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. ولهذا سميت بذلك، عشان يميزها بينها وبين التكبيرات الانتقالية. ما انت في الصلاة برضو في الله أكبر كثيرة بتقولها، بتقولها عند الانتقال من القيام للركوع، وعند الهوي من القيام إلى السجود، وعند الرفع من السجود كلها بتقول الله أكبر، لكن التكبيرات دي كلها اسمها تكبيرات انتقالية. كويس؟ سنن كلها، لكن التكبيرة الأولانية خالص المصحوبة بالنية هي دي اللي اسمها تكبيرة الإحرام. وتعيينها، ولهذا سميت بذلك، وتعيينها أمر تعبد لا يعقل معناه، أي تعبدنا الشارع به وإن لم نعقل له معنى، فيتعين هكذا في نسخة بالفاء، وفي نسخة ويتعين بالواو وهي أظهر، وقوله على القادر بالنطق أي على النطق، على القادر بالنطق، الباء هنا بمعنى على، أي على النطق، فالباء بمعنى على. وقوله بها متعلق بالنطق، وقوله أن يقول إلى آخره هو فاعل يتعين لأنه مؤول بمصدر، يعني ما يقول تكبيرة الإحرام فيتعين على القادر بالنطق أي على النطق بها أن يقول، يعني يتعين قوله، يبقى أن يقول دي مصدر مؤول في محل رفع فاعل يتعين، يعني يتعين قوله. فهمت إزاي؟ أن يقول الله أكبر. ليه بقى أمر تعبدي؟ لأن ما ينفعش تقول الله مثلا أعظم، ما ينفعش تقول مثلا سبحان الله مكانه أو الحمد لله،
او انك انت تقول اي ذكر اخر، او انك انت تعمل علامة كده انك انت خلاص دخلت في الصلاة من غير ما تقول حاجة، بمجرد انك انت، لا ما ينفعش، لازم لازم تبين دخولك في الصلاة بالله اكبر. طب اشمعنى الله اكبر؟ تعبدي، تعبدي، ربنا جعلها علامة للدخول في الصلاة، فهمت؟ ادي معنى تعبدي، يعني ما ينفعش تستبدلها بذكر اخر. يقول الله أكبر فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ، ما تقولش أكبر الله، كويس، ولا يصح تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر الله. ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر. ويجب مع ذكرك بقى الله أكبر دي أن تقرن النية معها اللي احنا اتكلمنا عليه، ويجب قرن النية بالتكبير. لكن الإمام النووي تيسيرا على العوام، لأنه صعب العامي تقول له استحضر النية في قلبك لحظة الله أكبر، بحيث تبدأ مع همزة الله وتنتهي مع راء أكبر، يبقى قلبك مستحضر هتصلي ايه، والفرضية من النفلية، والأداء من الايه، من القضاء، والاقتداء او الامامة، تستحضر كل ده في قلبك من اول همزة الله الى راء اكبر. تعرف تصطاد الحكاية دي؟ فايه، بعض كثير من العوام قالوا للأئمة الفقهاء، قالوا بس كده صعب علينا عم الشيخ، لان عايزة تدريب. فقال الامام النووي اكتفاء بالاقتران العرفي، انوي قبلها بلحظة، انوي قبلها بلحظة، وبعدين الله اكبر على طول بلا فاصل زمني، فيكتفي بالاقتران العرفي، فهمت ازاي؟ تيسيرا على العباد، هذه المسألة. لكن هي أصلها، النية أصلها في وقت الله أكبر، فهمت ازاي؟ في نفس وقتها، كأن تخلي شريط يجي كده في ذهنك، هتصلي فرض العشاء أداء مقتديا، يجي الشريط ده وهو ماشي كده تقول الله أكبر وهو ماشي في ذهنك في اللحظة دي، ادي معنى ايه وقتها الحقيقي، فهمت ازاي؟ لكن لصعوبة ذلك عند بعض الناس اشتكوا لما الفقهاء قعدوا يشرحوا للناس الطريقة دي، قالوا لا لا يا عم الشيخ، ده الصلاة كده هتبقى صعبة، مش هنعرف نصلي، وهيمشوا بقى، والفقيه عايز الناس تصلي. فراح الإمام النووي قال لهم خلاص يا سيدي، قول نويت صلاة فرض العشاء أداء الله أكبر وخش في الصلاة بقى خلاص. قال اه كده سهلة، خلاص اعمل كده. ادي كلام الإمام النووي، فهمت؟ الاقتران العرفي. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة، كويس. هنقرأ بقى كلام الشيخ، وانا قرأنا شرح ابن قاسم، نقرأ كلام الشيخ فيها اللي هو الشيخ إبراهيم البيجوري. قوله الله أكبر بقطع الهمزة، الله أكبر، فإن وصلها بما قبلها، يعني لما يقول مثلا نويت صلاة الظهر الله أكبر، ما ينفعش، لأن هنا خلاها الهمزة موصولة، فهمت؟ أما يقول نويت صلاة الصبح الله أكبر، لا ما ينفعش، لازم همزة قطع، الله أكبر كده قطع، فهمت بقى؟ أدي معنى كلام الشيخ، آه لازم تجيبها قطع كده، واضح؟ بقطع الهمزة، فإن وصلها بما قبلها كأن قال إماما الله أكبر، يعني إيه؟ نويت صلاة العشاء أداء إماما الله أكبر، أو مقتديا الله أكبر، فهم؟ يبقى ما ينفعش، لازم تبقى فيه همزة قطع مش همزة وصل، أدي معنى كلام الشيخ. فإن قال فإن وصلها بما قبلها كأن قال إماما الله أكبر صح، لكنه خلاف الأولى، يبقى بهمزة قطع. وقال هنا إنها صحت لكن خلاف الأولى، كويس، لو إيه، لو وصلها بالنية، يعني بالنية نفسها، لكن خلاف الأولى. وشروط صحة التكبير 15 شرطا،
عشان التكبير ده يبقى صحيح يشترط فيه 15 شرط. إن اختل واحد منها من 15 لم تنعقد الصلاة. أول حاجة إيقاعها بعد الوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة في الفرض. إيقاعها بعد الوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة في الفرض، يعني لازم يوقعها لما يوصل للمحل اللي هو هيصلي فيه. فهمت ازاي؟ المحل اللي هيصلي فيه، يبقى ما يقولهاش قبل المحل. دي أول حاجة. وتاني حاجة بلغة العربية للقادر عليها، ده الشرط التاني، إنها تكون باللغة العربية للقادر على العربية. لكن لو مش قادر على العربية ولا على نطقها، وكل ما نحاول نعلمه مش عارف ينطقها، يبقى يقولها بلغته مترجمة، ترجمة يعني إيه دقيقة بقدر الإمكان على لغته. وأن تكون ولفظ الجلالة، الشرط الثالث أن تكون بلفظ الجلالة، الله، ما يقولش الرحمن، الرحيم، القادر، القاهر، الغفار، الودود، الكريم، ما يجيبش أي اسم من أسماء الله إلا لفظ الجلالة، الله أكبر. يبقى ده الشرط الثالث. والشرط الرابع ولفظ أكبر، ما يقولش أعظم، ما يقولش أجل. فهمت إزاي؟ ما يقولش الله أجل، ما يقولش الله أعز، ما يقولش الله أعظم، لازم أكبر. واضح؟ ولفظ أكبر، ده الرابع، الشرط الرابع. والخامس تقديم لفظ الجلالة على أكبر، ما يقولش أكبر الله، لا، يقول الله أكبر كده، لازم يشترط إن لفظ الجلالة يأتي أولا. وعدم مد همزة الجلالة، ما يقولش الله أكبر كأنه بيستفهم، نقول له نعم الله أكبر كأنه بيستفهم كده، فاهم؟ فلو مد همزة لفظ الجلالة كأنها صارت استفهاما مش تقرير، الله أكبر، نقول له والله يا أخي الله أكبر فعلا، مش كده برضه؟ كأنه بيستفهمك أو بيستحلفك. زي ما الرسول في الحديث يقول الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني بالله ما أجلسكم إلا هذا، كأنه بيستحلفهم. يبقى ما ينفعش يمد همزة، لازم قطع كده، الله أكبر. وعدم مد همزة الجلالة لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام. سابع حاجة وعدم مد باء أكبر، فلو قال الله أكبر ما ينفعش، خلاص ما تصليش وراه. أنا الحقيقة صليت كل ورا كل المسلمين ما سمعتهاش، أنت مش عارف بتصلي ورا مين. ما إحنا بنتكلم جوه الصلاة، ما سمعتهاش واحد جوه الصلاة يقول الله أكبر، دي ما سمعناهاش. الأذان يمكن عشان عايز يمد صوته، فهي غلط برضو يعني، بس يمكن عشان عايز يمد صوته. ها؟ بس بينغم في مكان مش هو المكان يعني، فما نشنش كويس. على اي حال وعدم مد باء اكبر، فلو قال الله اكبر لم تنعقد صلاته، سواء فتح الهمزه او كسرها، يعني سواء فتح الهمزه قال اكبر او اكبار، برضو غلط الحالتين، لان اكبار بفتح الهمزه جمع كبر وهو اسم للطبل الكبير، وإكبار بكسر الهمزة اسم من أسماء الحيض، ولو تعمد ذلك كفر والعياذ بالله، كأنه بينسب إلى الله إيه ما لا يليق. زي ما يقول في الفتحة هيجي لك برد شدت إياك نعبده وإياك نستعين، دي لازم تتك عليه، لأن لو ما قلتش الشدة قلت إياك نعبد وإياك نستعين، والإياك هو الضوء أو النور، فكأن ضوءا نعبد ونورا نستعين، يبقى جات لك كلمة تانية، فلازم تقول إياك بالشدة كده، لأن لو شلت الشدة ادتك معنى جديد مختلف، فهمت؟ هتجيلك في الفتحة. ولو تعمد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه غير المعنى متعمدا،
لكن التاني مش متعمد، نقول له صلاتك باطلة عيدها ونعلمه ازاي انت، لكن ما نقولوش انت كفرت. وعدم تشديدها، الله اكبر الله اكبر، فهمت ازاي؟ شدد الباء هنا. وعدم تشديدها، فلو شدد الباء بان قال الله اكبر لم تنعقد صلاته. وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، فلو زادها لم تنعقد صلاة، أصل الله فيها ضمة، لو زودها شوية بقت واو، فما يجيش يقول الله هو أكبر الله هو أكبر كأنه حط واو، فاهم؟ لا، هي الله أكبر كده، مش الله أكبر كأنه حط واو بينهم، لا. وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، فلو زادها لم تنعقد صلاة. عاشر شرط، وعدم واو قبل الجلالة، ما تقولش والله أكبر والله أكبر، برضو ما تحطش واو، لعدم تقدم ما يعطف عليه. 11 الحادي عشر من الشروط، وعدم فاصل بين الكلمتين فتضر الكلمتين، فتضر الوقفة الطويلة بينهما، وكذا القصيرة، يعني ما بقاش في فاصل. قال الله قدسي أكبر، ما ينفعش، عمل فاصل أهو، فهمت إزاي؟ يبقى يعتص ويحمد ربه ويبلع ريقه وبعدين يقول الله أكبر على بعضها، فهمت إزاي؟ أو جاي الله وجاله إيه، سعلة شرق، قعد يكح 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 يكح، وين طلع المنديل نفه، وبعدين المحمول رد عليه وبعدين يقول اكبر بعد نص يوم، ما ينفعش. يقول لك ما انا لسه قايل الله، هي ما ينفعش، لازم ايه، ورا بعض، ما يبقاش في فاصل، اي فاصل ولو قصير او طويل، فهمت معنى كلام الشيخ؟ وعدم فاصل بين الكلمتين فتضر الوقفه الطويله بينهما، وكذا القصيره على المعتمد، ولا يضر الفصل بينهما باداه التعريف، يعني لو قال الله الاكبر ما يضرش دي بأداة التعريف، لأن مش هتغير المعنى، وفاصل قصير، فهمت ازاي؟ لكن طبعا ما فيش مسلم بيعمل كده، لكن افرض راجل حديث اسلام ولسه متعلم العربي جديد وقال كده ودخل في الصلاة وقال الله الأكبر، خلاص سيب، ما فيش فاصل، يعني ما فيش مشكلة، فهمت؟ ولا يضر الفصل بينهما بأداة التعريف ولا بوصف لم يطل كالله الأكبر أو الله الجليل أكبر، والله الرحمن الرحيم أكبر، ما يضرش هنا الفاصل القصير ده، زي الله الرحمن الرحيم أكبر، الله الجليل أكبر، ما يضرش هذا الفاصل، بخلاف ما لو طال الوصف بأن كان ثلاثا فأكثر، كالله الجليل العظيم الحليم أكبر، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر، يبقى كده زود شوي، يعني يحد القصير من القليل الكلمتين فأقل، ده قصير ما يضرش، فهمت؟ أكتر من كده يبقى طويل يضر، أدي معنى كلام الشيخ. الحمد لله ما فيش حد بيتلاعب في هذه الأمور خالص من المسلمين، كل المسلمين بجميع مذاهبهم، شيعة وسنة وكل، والسنة بجميع مذاهبهم كلهم، ما يجي يصلي ولا الله أكبر، سهل الحمد لله يعني. لكن هي المباحث دي مباحث علشان بس تربي فيك الملكة الفقهية. وبخلاف غير الوصف كالضمير في قوله الله هو أكبر، أو النداء في قوله الله يا رحمن أكبر، يبقى إيه الحاجات دي لما يبقى فاصل غير وصفي زي ضمير أو ياء نداء يبقى هنا يضر، لكن لو كان فاصل وصف كلمة أو اتنين ما يضرش، أزيد من كده يبقى فاصل طويل حتى لو كان وصف. واضح كلام الشيخ؟ أدي المبحث. وأن يسمع نفسه، ده الشرط ال 12 فيها، وأن يسمع نفسه جميع حروفه، يعني ما يجرهاش على قلبه. أنت بتشوف ساعات ناس تقف في الصلاة وما تحركتش بقها خالص، مش كده؟ تشوف كده؟ أي دي صلاته باطلة، ما دخلش في صلاة أصلا، لم يقرأ شيء، لأن القراءة لا تكون إلا بالفم واللسان، فهمت؟ يبقى ده أجرها على قلبه، إلا لو كان عاجز عن النطق، إلا لو كان عاجز عن النطق، يعني ما ينفعش يجري الفاتحة على قلبه ويستطيع النطق،
في الصلاة ما ينفعش يجري الله أكبر على قلبي ويستطيع النطق، فهمت إزاي؟ وإلا يبقى ما دخلش، لأن الرسول بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وحديث النفس لا يسمى قراءة. فالقراءة عند لغة العرب أن تتكلمها متلفظا بها بلسانك، أدي معنى اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني تلفظ بلسانك، فهمت؟ أدي معنى كلام الشيخ. يحرك شفايفه بصوت يسمع به نفسه. طبعا، علشان يبقى اسمه قرأ. لأن لو حرك شفايفه ولم يسمع نفسه يبقى إيه؟ بيمثل القراءة ولم يقرأ. يمثل القراءة. ها؟ يسمع به نفسه عرفا. للإنسان معتاد السمع العادي. فهمت إزاي بس؟ يعني يطلع نفس. يطلع نفس، الله أكبر، في نفس طلع، غير أما إيه؟ فيه ما بيحركش بقه خالص. أنا قلتها برضه، لكن أنت سمعت حاجة؟ مفيش نفس طلع، فهمت إزاي؟ لا، لازم يبقى في نفس يطلع، فهمت؟ وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع. ولا مانع، ولا مانع يعني من السمع المعتاد يعني. ودخول الوقت، استنى، إن كان صحيح السمع ولا مانع، ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب. ده برضو شرط، دخول الوقت، مش كده؟ ده 13. 13. خلاص، ما دي 12. 13 بقى، ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب. يبقى لازم الله أكبر تكبيرة الإحرام دي لصلاة الظهر تدخل مع دخول وقت الظهر، لكن لو كانت همزة الله قبل ما يدخل الوقت وبعدين في أثناءها دخل الوقت ما انعقدتش صلاة الظهر، يبقى لازم كلها تيجي مع دخول الوقت، فهمت إزاي؟ أو بعد دخول الوقت، وكذا في النفل المرتبط بفرض زي سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، وهكذا. وإيقاعها، الشرط الرابع عشر بقى، حال الاستقبال، حال استقبال القبلة حيث شرطناه، لأن شرط استقبال القبلة بيسقط عن المسافر في النوافل، عن المسافر وفي صلاة شدة الخوف، مش كده برضو؟ بيسقط استقبال القبلة في الحالتين دول. لكن لو في غير الأحوال دي بقى، الحالتين دول، يبقى لازم يقول الله أكبر حال استقبال القبلة. ده الشرط الرابع عشر. الشرط الأخير، وتأخرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي، اللي هو الشرط الخامس عشر. يعني في حق المقتدي بالإمام لازم يأخرها بعد تكبيرة الإحرام بتاعت الإمام، كويس؟ بعد تكبيرة الإحرام بتاعت الإمام. إحنا مش كنا يوم السبت اللي فات كنا بنتكلم على النية، وكنا بنقول لما يجي يقول نويت صلاة الظهر الله أكبر نويته، يبقى بطلت صلاته عشان قال نويته بعدها. انا بقى بصلي العصر تاني يوم، يوم الاحد، هنا هو في المسجد، هنا واحد جنبي واقف بيصلي، كنت بصلي خلف الشيخ ادم امام، وانا بصلي مأموم، والله كتفي في كتفه، وراجل كبير قرب الخمسين من عمره، يمكن في سني او اكبر مني حاجة بسيطة. المهم قال ايه؟ الله اكبر نويت صلاة فرض العصر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. واحد يصلي عادي الصلاة عادي. قلت سبحان الله، ده الشيخ البيجوري لسه قايلها امبارح، اول مره اشوف واحد يعمل كده. قلت ايه ده، بركاتك يا مولانا الشيخ ابراهيم البيجوري، لسه قايلها يوم السبت تاني يوم، عمري ما قابلتني، والله عمري ما قابلتني، اول مره تقابلني. انا حتى وانا بقراها حدثت نفسي، قلت الشيخ يعني بيجيب الحاجات دي منين، والله حدثت نفسي كده، لكن قلتها علشان يربي الملكه الفقهيه عند الناس، وسكت. اتاريها بتحصل، أتريها بتحصل، سبحان الله. بعد الصلاة بقى قلت له، هو جاهل، صلاته صحيحة على فكرة لأنه جاهل خالص، صلاته صحيحة، اللي فات كله صحيح لأنه جاهل خالص، فهمت إزاي؟ وما يعيدش دي كمان، لكن بعد كده لو عملها هتبقى بطلة لأنه عرف بقى. فبعد الصلاة قلت له أنت دلوقتي تنوي تقول نويت صلاة فرض العصر، وبعدين تقول الله أكبر، بعد الله أكبر بقى خش في الصلاة، لكن لو قلت أي كلام تاني نويته ومش عارف ده كلام أجنبي بقى، كأنك اتكلمت كلام خارج الصلاة كده، تبطل صلاتك.
فقال لي جزاك الله خير، تعلم حاجة. بس هي علامة ربنا بعتها لي ليا أنا، عشان وأنا بقرا لكم الحتة دي حدثت نفسي، قلت والشيخ بس إبراهيم ده يعني بيجيب لنا الحاجات دي منين؟ يمكن عايز يعلمنا بقى، يعني احنا حسنا الظن فيه، أم ربنا بعت لنا واحد يبرأ لنا الشيخ أمامنا حتى. فدول بركة كبيرة، العلماء القدام دول مش قليلين يعني، فخد بالك. ده لمصلحة الصلاة، ما هو احنا قلنا ده حادثة حال عند الشافعية، ده حادثة حال لا يتكرر عند الشافعية خلاص، لو اتكرر كده صلاتهم باطلة خلاص، يقوموا يعيدوا الصلاة، لأن دي حادثة حال، لأن دول بيصلوا خلف النبي وقت التشريع، والصورة دي ما تتكررش تاني، لأن التشريع خلاص كمل والنبي انتقل إلى البرزخ خلاص انتهت. فإحنا عندنا عند الشافعية دي حادثة حال، واخد بالك ازاي؟ خلاص ما بتتكررش. فهمت بقى المسألة؟ فالمهم، وتأخرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي ولو كرر الراء من أكبر لم يضر، لأن الراء حرف تكبير، يعني الله أكبر، أدي كرر الراء لم يضر لأنه دخل، هي أصلا حرف تكرير، بس لو تعمدها بطريقة يعني كده مدة كأنه جاب يعني إيه أصوات تؤدي إلى كأنها كلمات جديدة ممكن تضر لو طالت، لكن هو طبيعته الراء بتاعته مكررة زيادة، في ناس كده الراء بتاعتهم تلاقيها فيها كرة زيادة ما يضرش، خدت بالك؟ ولو كرر الراء من أكبر لم يضر، لأن الراء حرف تكرير كما قاله الزجاج وهو المعتمد. ولو أبدل همزة أكبر واوا ضرة من العالم دون الجاهل، يعني الجاهل لما يقول الله أكبر الله أكبر جاهل، بس تيجي تقول له يا سيدي قول الله أكبر، يقول لك أنا بقول كده يا عم الشيخ، هو مش شايف الفرق، هو مش مدركه. فهمت ازاي؟ مش عارف يدركه. تيجي تقولها له يقول لك ما انا بقول كده بالظبط، زي ما قلت كده بالظبط انا بقول. تيجي انت تسمع تقول له لا انت بتقولها والله بقولها بالظبط، في الاخر يتخانق معاك لو كررتها، يعني عايز مني ايه؟ فتسيبها له بقى، ده كده صلاته صحيحه خلاص. ضر من العالم اللي هو بيدركها يعني دون الجاهل، ولو لم يجزم الراء من اكبر لم يضر، يعني الله أكبر ما يضرش. لو قال الله أكبر ما يضرش، لكن الأفضل يجزمها يعني تبقى ساكنة الله أكبر كده بالسكون. وما روي التكبير جزم وما روي التكبير جزم فلا أصل له. في رواية يقول لك التكبير جزم، بيقول لك الرواية دي لا أصل لها، كما قاله ابن حجر العسقلاني، وإنما هو قول النقعي، وعلى تقدير وروده فمعناه عدم التردد فيه، يعني هو يقصد جزم هنا بعدم التردد، مش جزم اللي هي الحركة النحوية اللي هي السكون. فبيقول لك قول النخعي إيه التكبير جزم، يعني نية جازمة، يعني ما تخليهوش معلق، مش جزم يعني سكون، وده مش حديث يعني، ده قول فقيه يعني، فمعناه عدم التردد فيه فلا يصح مع التعليق بنحو إن شاء الله، إلا إن قصد التبرك فقط، يعني ما يقولش الله أكبر إن شاء الله ويقصد التعليق، لو قصد التعليق هنا ما دخلش في الصلاة، لكن لو قصد مطلق التبرك يبقى دخل في الصلاة، كويس؟ ويسن ألا يقصر التكبير بحيث لا يفهم الله أكبر. فهمت حاجة؟ الله أكبر قصروا كده مش واضح، يبقى ما يقصروش كده. ولا يمططه بأن يبالغ في مده الله أكبر، ليه كده يا عم الشيخ؟ توصل كويس الله أكبر حلوة كده زي ما كل الناس بتقولها، خدت بالك؟ يبقى ما يمططهاش قوي ولا يأثرها بحيث انها ما تاخدش وقت مغارق حروفها. الانتقالية بقى بياخد الحركة دي، مسألة بقى ايه اصلها سنة، والكيفية بيها هل بقى تشمل الحركة كلها ام لا هتجي في سنن الصلاة، لكن انا بنتكلم في تكبيرة الاحرام.
حتى لا تعزب النية عنها بمدة كمان، عشان يبقى النية جاية محصورة فيها كلها. بل يتوسط وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبير الانتقال الإمام، وأن يسر غيره من مأموم ومنفرد. يبقى كل دي سنن متعلقة به، إنه يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال للإمام ويسر بها غيره. أيوة، من مأموم ومنفرد. نعم، إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين سنة التبليغ بجهر بعضهم لكن بقصد الذكر. خد بالك الشافعية هنا للمبلغ ليهم تفسير كلام مهم. اللي ناوي يبلغ لو رفع صوته بقصد البلاغ بطلت صلاته، لازم يكون بقصد الذكر أولا، والتبليغ جاية فيها كده مضمرة، لكن ما يكونش القصد هو البلاغ بس، وإلا بقى صار كلاما أجنبيا. فهم؟ ده ما يقصدش التبليغ، المفروض يقصد الذكر، لأنه هو علي يقول الله أكبر برضه، بس هنا يقولها بصوت مرتفع علشان الذكر، واخد بالك، ويرفع الصوت، لكن ما يكونش مطلق قوله لها قصده التبليغ فقط. فهمت ازاي؟ قصده الذكر اصلا مع التبليغ مصحوبا بالتبليغ، لكن لو قصر التبليغ فقط هنا اللي يضر. لا، مش في كل المساجد اللي فيها مبلغ، كل المساجد مش الحرمين بس. اهو سنة التبليغ بجهر بعضهم لكن بقصد الذكر ولو مع الإعلام في تكبير الانتقال، فإن قصد الإعلام فقط أو أطلق ضر، لكن هذا في حق العالم. كويس، الحمد لله. وأما في حق العام فلا يضر مطلقا ولا يندب تكرار التكبير. أصلا أنت ما تلاقي واحد عامي وبلغ وبعد الصلاة تقول له انت لازم تقصد الذكر بس ما تقصدش التبليغ، يقول له يعني انا مش بذكر ربنا، ما انا قايل الله اكبر يا اخي. لا، انت كنت تقصد التبليغ. لا، انا كنت بقول الله اكبر وقصدي ابلغ الناس برضو يا اخي. تبقى تلاقيه تلخبطه كده، فسيبه في حاله بقى، سيبه في حاله، صلاته صحيحه مالكش دعوه بيه. فهمت؟ اللي يقدر يدرك الفرق الدقيق ده عايزه يعني ملمح ذكاء معين فقهي. فهمت؟ اللي يقدر يدرك الملمح الدقيق ده هو ده اللي ادركه، هنا يبطل صلاته لو قصد الإعلام دون الذكر. فهمت ازاي؟ اللي أدرك هذا الملمح، إنما اللي ما يدركش هذا الملمح خلاص سيبه صلاته صحيح. خلاص، ما احنا قلنا الملمح ده، هنقول بقى كل الصلاة ونقعد 4 ركعات تقولها لي، ما احنا عرفنا خلاص، ما يجراش حاجة. دي زي دي، ما دي إعلام. وأما في حق العام فلا يضر مطلقا ولا يندب تكرار التكبير، فإن كرره ونوى بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالإشفاع، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينوي بين كل تكبيرتين الخروج من الصلاة أو الدخول فيها، وإلا خرج بهذه النية ودخل بكل تكبيرة سواء كانت من الأوتار أو الأشفاع. يعني هو بيقول لك لما يقول نويت صلاة فرض العشاء، الله أكبر، نويت صلاة فرض العشاء، الله أكبر، نويت صلاة فرض العشاء، الله أكبر. طب ليه بيعمل كده؟ أهو بيعمل كده يا عم الشيخ. طب نعمل في إيه؟ في واحد عمل كده صحيح غير مسوغة، لكن افرض واحد عمل كده عنده وسوسة، يا ترى النية جت مظبوطة، يا ترى الراء جت مظبوطة، يا ترى الهمزة جت في ميعادها ولا زادت شوية، عالم موسوسة. فبيقول لك لو قصد، لو كررها وما نواش الخروج بعد كل تكرار والدخول في صلاة جديدة، يبقى هو في الحالة دي الأوتار، يعني الأولانية دخل في الصلاة والتانية بقت إيه؟ كلام منفصل، لأنه نوى نية جديدة فبطلت الصلاة التانية. فهمت إزاي؟ ويبقى الأشفاع خرجته خالص، لا نوى دي ولا نوى دي، يبقى الأوتار تدخل. لكن لو نوى الانتقال إلى صلاة جديدة بكل تكرار، يبقى دخل في الصلاة مع كل صلاة، مع كل تكبيرة سواء كانت ايه، وتر او شفع. هي دي الصورة اللي عايز يقولها. ده الكلام ده لو ما كانش بينوي الخروج مع كل تكبيرة. لازم ينوي على تكبيرة وتر.
وإلا خرج بهذه النية ودخل بكل تكبيرة سواء كانت من الأوتار أو الأشفاع، فإن لم ينوي الافتتاح بكل تكبيرة بل بالأولى فقط لم يضر. يعني هو هنا قال نويت صلاة فرض العشاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قاعد إيه بيوظف في نطقها. طب ما بتشوفش ناس بتصلي كده؟ أنا بشوف ناس بتصلي كده. يبقى هو ده كل ده ذكر بقى، ما يضرش، لأنه كل اللي بيقوله بعد كده ذكر، لأنه ما قالش نويته تاني، ما قالش، فهمت؟ ما نطقش، ده كأنه مطلق ذكر مطلقا بقى، ما لناش دعوه. بيقول كده عنده زهايمر مثلا، بينسى انه قال الله اكبر ولا ما قالش، اي حاجه جات له جلطه يعني، عنده توهان اي حاجه. مش بيلعب يعني؟ لا مش بيلعب، ما حدش هيلعب اصلا، ما حدش هيلعب، بيبقى غصب عنه مقهور. التاني اللي هو نويته نويته نويته، بكل شويه يقول نويته صار كده الله اكبر نويته مش عارف ايه، يبقى يطلع من الصلاه الاول وبعدين ينشئ صلاة جديدة عشان يبقى كده صحيح. خد بالك. لأن ما زاد على الأولى مجرد ذكر، والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان، وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين. كويس. فلا يصح الرحمن أكبر، أي لعدم لفظ الجلالة وقول ونحوه، أي كالله كبير أو عظيم أو أعظم، فلا يكفي كل ما فيه تغيير أحد اللفظين. ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ، أي لأن ذلك يخل بالتكبير بخلاف نظيره في السلام، فلا يضر فيه تقديم الخبر على المبتدأ لأنه لا يخل بالسلام. عليكم السلام، السلام عليكم، الاتنين تمشي، لكن هنا تخل. كقوله أكبر الله مثال لتقديم الخبر على المبتدأ، فإن أتى بلفظ أكبر ثانيا كان كأن قال أكبر الله أكبر، فإن قصد عند لفظ الجلالة الابتداء صح، وإلا فلا. قول ومن عجز عن النطق بها بالعربية، هذا محترز القادر، يعني مش قال على القادر تكبيرة الإحرام للقادر، فاحترز هنا عن العاجز عن النطق بها بالعربي. ومن عجز عنها بالعربية وغيرها، فهل يجب عليه ذكر بدلها كالقراءة أو تكفيه النية بالقلب؟ قال الشبرم الليثي قياس القراءة أن يأتي بذكر بدلها. انتهى. أجهوري، أن ألم الأجهوري. ترجم عنها بأي لغة، أي سواء كانت الفارسية أو البربرية أو غيرهما، وإن لم تكن لغة الناوي، وحتى ولو ما كانتش لغته، طالما لغة هو يعرف ينطقها. وترجمة التكبير بالفارسية خداي بزرك، طرف خداي بمعنى الله، وبزرك تر بمعنى أكبر، وهو بضم الباء والزاي، بزرتك بزرك تر، وسكون الراء وسكون الكاف وفتح التاء وإسكان الراء كما في كتاب نعمة الله في اللغة الفارسية، لأن كان في فرس كتير مسلمين، علشان كده هو اهتم، وكانوا زمان بيدرسوا اللغة الفارسية لأن في أشعار بالفارسي كتيرة وليها معاني جميلة في التصوف وفي غيره، فكانوا بيدرسوا اللغة الفارسية، فكان بعض العلماء بيعرفوها. ولا يكفي خداي بزرك لأنها بمعنى الله كبير، فيفوت التفضيل المستفاد من تر، فهو معها بمعنى الله أكبر. خداي بزرك تر، تر دي بقى اللي هي يعني ايه التفضيل يعني في اللغة الفارسي. ويجب قرن النية بالتكبير، أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي، بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق، ونية الفرضية في الفرض، وقصد الفعل في كل صلاة، ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبيرة من أولها إلى آخرها. هذا ما قاله المتقدمون، وهو أصل مذهب الشافعي. كويس. واختار المتأخرون
الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا، بحيث يعد أنه مستحضرا مستحضر للصلاة مع أوصافها السابقة، ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبيرة ولو الحرف الأخير اللي هو الراء يعني، ويكفي تفرقة الأوصاف على الأجزاء. وهذا أسهل من الأول، لأن الأول فيه حرج، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمصير إلى الثاني اللي هي المقارنة العرفية. قال بعضهم: ولو كان الشافعي حيا لأفتى به. وقال ابن الرفعة: إنه الحق، وصوبه السبكي. قال الخطيب: ولي بهما أسوة، اللي هو ابن الرفعة والسبكي. والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا، وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا، والواجب إنما هو العرفيان لا الحقيقيان. واضح الكلام؟ وأما النووي مقابل لمحذوف تقديره أما غير النووي فقد اختار أنه لابد من القرن والاستحضار الحقيقيين غير النووي، وأما النووي بالمقارنة العرفية أي بعد الاستحضار العرفي، بحيث يعد إلى آخر الكلام ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك، بل هو تصوير للاستحضار العرفي، فيكون في كلام الشارح حذف تقديره كما اختار الاكتفاء بالاستحضار العرفي. والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة العرفية ولم يصورها، وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره، ولا يجب استصحاب النية بقلبه بعد التكبير للعسر، لكن يسن. نعم، يشترط عدم المنافي طول الصلاة، بقى يشترط عدم المنافي، لكن لا يشترط استحضار النية طول الصلاة. لكن يعني لو قدر يبقى خير، لكن لا يشترط. لكن اللي مشترط عدم المنافي، انه ما يجيلوش في اثناء الصلاة ما يقطعها نية قطعها يعني. فان نوى الخروج من الصلاة او تردد في ان يخرج او يستمر بطلت صلاته. يعني الباب خبط وهو في الصلاة، فما ما سألش، بيكمل في صلاة، خبط جامد، قلق، فكلم نفسه اخرج شوف ايه اللي حصل، ولا كمل، كل ده في نفسه تردد، بطلت صلاة. فهمت؟ يبقى لازم الجزم، لان هنا بقى المنافي، يبقى لازم يبقى جازم في انه يستمر في صلاته على طول للاخر. فهمت ازاي؟ يتجوز بسرعة ما يجراش حاجة، يقصر فيها ما يجراش حاجة، لكن ما ينويش الخروج منها وبعدين يتمها. عشان اول ما قال مثلا ايه هخرج اهو، بس لا ايه ابنه اللي كان نايم جوه زي القتيل ده صح، هيفتح الباب خلاص، فقال اكمل بقى، ما بطلت صلاته، ما انت كنت نويت الخروج خلاص. فهمت؟ ما في ناس اصلها بتنام زي القتلة ما تقومش حتى لو البيت اتهد. فهمت ازاي؟ في ناس كده نومهم تقيل. قوله والرابع، هنقف عند الرابع، قراءة الفاتحة إن شاء الله نكملها يوم السبت القادم، أي من الأركان 18 اللي هو قراءة الفاتحة. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.